تهد إنما التقدير إلى سلاح المدفعية المصرية بقيادة البطل اللواء سعيد الناحي أو محمد سعيد الناحي اللي قدر إن هو يوجه أكبر تمهيد نيراني في التاريخ 2000 مدفع مصري في وقت واحد يضربوا الضفة الشرقية للقناة ويضربوا النقاط الحصينة ويعملوا سفرات في خط برلين تحية إقدام وتقدير إلى اللواء نوال السعيد. الرئيس السادات في مجلس الشعب بعد الحرب هم سألوه أعضاء مجلس الشعب وأنتوا إزاي استحملتوا الفترة دي كلها؟ يعني تحاربوا يعني ما فيش جيش إلا ما يكون مسلوب بقوة كبيرة جدا يحارب من يوم 6 أكتوبر يوم 24 أكتوبر قتال فعلي إزاي 18 يوم بتحاربوا؟ قال لهم كده بنفس اللفظ اسألوا نوال. فضحكوا كلهم في مجلس الشعب مين نوال دي؟ فقالوا لا نوال ده اللواء نوال السعيد رئيس هيئة الإمداد والتمويل في حرب أكتوبر ده بيخزن لينا أكل وشرب ده بيخزن لينا كل الدقيق ده بيخزن لينا الحاجات دي والزيت والجنود أكل الجنود كله والمعلبات بيخزنها من سنة 72 وبيجهز ليه؟ لأن إحنا كنا مصرين نحقق مبدأ اسمه مبدأ الحشد إن إحنا نقدر نطول الحرب. خلوا بالكم الصهاينة يخافوا من حاجتين يخافوا من طول فترة القتال ومن المواجهة ودي طبعا إحنا حريفة فيه احنا جوعنا عادي عطشنا عادي طالما احنا بندافع عن ارضنا مش هنسكت عليها. تحيه الجو وتقدير السلاح المظلات المصري وكل اسلحه القوات المسلحه. انا اسف جدا على الاطاله وصار يعني معلش يعني انا اسف لو تعبتوا بجد انا اتوقف وزميله محمد الفيل
وزميله احمد البيطاش، الثلاثه مشوا مع بعض وراحوا مع الاعرابي اللي هو من بدو سينا رايحين للبير. قبل ما وصلوا البير لمحوا دبابتين اسرائيليتين، لمحوا الدبابتين، فالاعرابي بدا يمشي في اتجاه مخالف للدبابتين، راح لقى البير مردوم. الصهاينه كان بيردوا الابار عشان عارفين الجنود المصريين ما معهمش حد هيسندوا، ما معهمش حد هيجيب لهم ميه ولا يموتوا من العطش. فهنا بدا الاعرابي رجع للثلاثه وقال لهم ما فيش ميه، البير اتردم في بير تاني قدام. فطبعا سيد زكريا متضايق، اسيب الدبابتين الاسرائيليتين دول، دي اقل دبابه فيها ثمانيه، ادمرهم. قال يا عم اتكل على الله، دمروا كده ودمرناهم، النيران هتطلع لفوق، هتشوفنا القاعده الاسرائيليه في راس مرعب هيضربونا، مش عايزين نمشي سماعنا. مشوا راحوا البير الثاني مروا الميه وراجعين. قالوا هندمرهم. وبالفعل فجروا الدبابتين. راجعين بقى على الدبابه بتاعتهم لقوا في اشتباك حاصل. بدأت اللي هي الموقع الإسرائيلي يضرب نيران في الجو ويضرب قنابل ضوئية عشان يكشف الموقع كله حواليهم، كان المغرب دخل عليهم، فبدأوا ينزلوا في الحفر بتاعتهم. الاشتباك شد، مات القائد، فأصبح الثمان جنود مفيش قائد، هم كلهم قادة بصراحة. ده يشتبك ده يشتبك، ماتوا كلهم قعد محمد الفيل وسيد زكريا. حصل الاشتباك فمات محمد الفيل، ما عادش إلا سيد زكريا. يعمل إيه؟ بدأ يعمل حاجة اسمها حركة الهدهد. إن كل واحد منهم كان في حفرة بينه وبين التاني حوالي 4-5 متر. فخد أسلحتهم وحط في كل حفرة سلاح. وبدأ يضرب على العدو وينط الحفرة بعد ما يضرب عشان يوهم العدو إن كلهم عايشين. فهنا العدو هيكمل. الفرقة المصرية دي مش عايزة تخلص، هيكملوا. فاتصل القائد الدولي الإسرائيلي اللي في منطقة راس ملعب إنهم يبعتوا له دعم جوي. فبعتوا فرقة مظلات 22 واحد معاهم الطيار في الطيارة الشينوك. فهنا على طول سيد زكريا لمح الطيارة بينزلوا منها يصطادوا واحد واحد، قتل ال 22 وأصاب الطيار فوقعت الطيارة. فاتصل القائد الإسرائيلي تاني قال لهم عايزين دعم بسرعة، القوات المصرية كتيرة جدا هنا. فجت هنا بدأوا يبعثوا قوات أكتر، يعمل إيه؟ فطلعوا الطيارة، طبعا هم الصهاينة لازم القوات المصرية ننزل خلفهم. فنزلوا الصوت ده ورجعت الطيارة تنزلوا منام عشان يخدعوهم، قال يعني هم بينزلوا قدامهم مش وراهم. الضابط الإسرائيلي جه من ورا سيد زكريا يبص على الحفرة ما لقاش إلا عسكري واحد. ففرق اللي هو 33 طلقة في جسمه كله، في جسم سيد زكريا. وبعد ما فرق اللي هو الإيه الرصاص بدأ ينادي للقوة اللي هو خلص عليهم. كنت أهو عسكري واحد ميت، فقال له الأفرول والبيادة وحطهم في شنطة معاه وجاء حفروا حفرة ودفنوا سيد زكريا دفنة المسلمين، دفنوه وأطلقوا تحية عسكرية ب 21 طلقة وخد اللي هي السلسلة بتاعته وطلعوا معاه. خلصت الحرب وخلص خط الاشتباك الأول. رجع الضابط ده إلى حيفا في فلسطين، كان بيته هناك، خد معاه الحاجه كلها في الشنطه بتاعت سيد زكريا. قعدت معاه من سنه 73 لسنه 96. فسيد زكريا فين؟ مش لاقيين جسده. فكتبوه في السجلات بتاعتنا انه مفقود، ومفقود كلمه وحشه في الجيش. لانه مفقود ممكن يكون هارب من الحرب، استخبى بين المدنيين وطفش، فكلمه بتبقى مفقود. فالسفير الاسرائيلي حكى للسفيره المصريه الكلام ده، فالسفيره المصريه بذكائها على طول اتصلت بوزاره الخارجيه، قالت لهم اسالوني على الرقم ده لمين؟ فقالوا وزاره الخارجيه كلمت وزاره الدفاع، كان المشير طنطاوي رحمه الله على طول وقتها وزاره الدفاع قال لهم ده اسم سيد زكريا خليل، ده ظابط مفقود عندنا في السجلات لغايه دلوقتي. قالوا له مفقود ايه؟ ده بطل مصري عظيم جدا، ده عمل كذا وكذا. فعلى طول وقتها مبارك كان رئيسا للدوله، قال لهم يكرم اسمه بملكه نجمه سيناء وقلاده النيل العظمى، ويطلق اسمه على اشهر شوارع مصر الجديده باسم البطل سيد زكريا خليل. انا بختصر القصه عشان هي قصه طويله، واعتذر على الاطاله ونفهم ليه. بعد اذنك. شكرا شكرا. بس ناخد، انا قاعد ابص لعيون الناس وبص لاشرف.
والاستاذ اشرف بيتكلم هيفتح لي حاجه وراجل انا قاعد ببص على العيون. انا والله يا استاذ سامح انا اسف للمقاطعه بجد، انا بحييك جدا جدا جدا. انا حسيت ان انا عشت الحرب وما شفتهاش فعلا من الاحداث اللي قالها الاستاذ اشرف بجد. احنا بنشكرك جدا جدا. هناخد كورتيزون.